انا من ضمن الحاجات، انا بس عايز اعرف شخصية المعيد هنا. احنا ما دخلنا لقينا المهندسة روان، صح كده يا فندم؟ بالظبط كده. روان ايه؟ روان النصر. روان النصر مين يا فندم؟ من كفر الشيخ. من كفر الشيخ. حضرتك مقيمة هنا في القاهرة؟ مقيمة في القاهرة. يعني انت استقريت بقى هنا خلاص؟ بالظبط كده. ولا انت اصلا من كفر، ولا انت اصلا كنت مستقرة في القاهرة؟ لا انا كنت دراستي في كفر الشيخ اصلا. اه يعني انت رجعت القاهرة تاني. بالظبط. يعني ليه التمسك بالكلية وبالمعنى لسه جديدة؟ تعليم التكنولوجي كانت فكرة واردة بقالها تقريبا أكثر من 10 سنين. تمام. فالفكرة نفسها كانت عجباني جدا وأنا لسه أندرجرادوت قبل ما أتخرج. تمام. لأن هنا في سوق العمل 80% بيطلب التكنولوجي. فعلشان كده كانت فكرة الجامعات التكنولوجية من البداية. أنا اتحمست جدا إن احنا بنكفر سوق العمل، بنقدر نغطي متطلبات سوق العمل، وهو ده أصلا الهدف. تمام. عشان نقدر نرتقي ونقدر نوصل للهدف أسرع. تمام. حضرتك لما بنقول معيده بتقولي معيده فين بقى؟ قسم ميكاترونكس. لا معيده في كليه ايه؟ جامعه القاهره الجديده التكنولوجيه. جامعه، ما حدش بيقول لك ايه جامعه القاهره الجديده دي. انا في الاول كانت ناس كتير جدا بتسال ايه فكره الجامعه، لكن معظم الناس كانت بتنبهر بفكره الجامعه لان هم برضو شايفين ان الهدف هنا بيتحقق اسرع بكتير. لان هنا في متابعه خريجين اول باول، يعني الطالب بيتابع من اول ما بيدخل الجامعه، بيفتح له فرص عمل. بالظبط كده. وبيتفتح له طبعا تدريبات كتير جدا قبل ما يطلع لسوق العمل. حضرتك مبسوطه من الشغل هنا؟ اكيد. دكتور محمود الشيخ هو رئيس الجامعه، لو حضرتك عايز حاجه منه اهو. ولادنا واحنا دكتور محمود دايما معانا، بنتمناهم. مش شكرا يا باشمهندس. شكرا جزيلا.